تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 9 يوليو 2019. ربنا يبارك حضراتكم، والمقدمة بقولها لكم كل مرة، بس برضو اللي أنا قلته في بداية الخدمة النهاردة أعود وأكرره مرة تانية. في البداية الأول يعني أشكر جدا الغرفة، غرفة إن جيسس أول ثينجز هاف بيكام نيو، لأنه كده لينا 10 سنين مع بعض في الغرفة دي في الخدمة بتاعت يوم الثلاث، اللي أشكر ربنا إن سمح لي بيها من 10 سنين فاتت، وكده هنبتدي السنة الـ11. فربنا يبارك هذه الغرفة المباركة بكل اليوزرز اللي فيها أولا قبل الأدمن، وطبعا بكل الأدمن اسم ربنا يباركهم اللي موجودين واللي استمروا واللي حتى جات لهم خدمات أخرى، وطبعا على رأس الغرفة ربنا يباركه أستاذ وحيد والأستاذة أمون رع، اللي أشكرهم إن هم من أول 2 طلبوا مني إن أنا أبدأ هذه الخدمة في هذه الغرفة. ربنا يبارك حضراتكم جدا رغم أني لا أستحق، لكن بركة إن الموضوع ده يستمر 10 سنين حتى الآن ونبدأ السنة الـ11. ربنا يبارك حضراتكم. الحاجة التانية زي ما قلت يوم الجمعة الجاية إن شاء الرب وعشنا على قناة الكارما، لأن مين كنتش عايز أقول الاسم بس طالما حضراتكم سألته، في هكون ضيف، ويعني رغم أني لا أستحق لكن هي بركة إن الأستاذ أندرو هياخدنا ضيف علشان أتكلم على معايير مصداقية الأربع أناجيل للي مهتم بالموضوع ده، قانونية الأربع أناجيل وأدلتها وهكذا، بس هيكون باختصار شديد مش زي ما بنتكلم هنا باستفاضة شديدة وأدلة كتيرة وبراحتنا، لا طبعا ده هيكون باختصار شديد جدا. ده هيكون يوم الجمعة الجاية الساعة 8 بتوقيت القاهرة لو أنا مش مخطئ، على البث بتاع قناة الكارما، ولو قدرت هحاول أبثه على قناة اليوتيوب عندي وصفحة الفيسبوك، لكن هيبقى على البث بتاع قناة الكارما. الحاجة التانية يوم السبت الجاي للي مهتم من الإخوة الأحباء خاصة اللي طلبوا، هيكون في رد على فيديو الثالوث المسيحي لماذا لا يفهمه المسلمون، ولكن في بداية الفيديو هحاول على قد ما أقدر أنا والبشمهندس سورغوريوس شرح مبسط للثالوث المسيحي للي بيكرروا هذه الأسئلة من غير المسيحيين، وبعد ما هنقول شرح مبسط للثالوث المسيحي بآيات كتابية واضحة نؤكد إيماننا بالثالوث ده كتابي، هنرد على الفيديو على قد ما نقدر. ربنا يبارك حضراتكم. أرجع للتعليق على الأحداث، واللي زي ما بقول كل مرة ولا أمل من ساعة ما ابتدينا من 4 سنين فاتوا في التعليق على الأحداث، ده لا أقصد أخوف حد ولا أقصد أقول حاجات تزعج حد ولا أقصد أحدد أحداث معينة ولا غيره، هدفي الوحيد والله يعلم حياة التذكرة. نفكر بعض قد إيه مهم جدا في هذا الزمان اللي إحنا فيه إن إحنا نعيش في حياة يقظة روحية في زمن العالم عايز ينيمنا روحيا. هو ده الهدف الأساسي بتاع الخدمة دي، وليس هدف آخر فيما عدا حياة التذكرة. إيه اللي أقصد أقوله؟ إنه العالم عايز ينيم، عايز يطفي النور، وإحنا نور العالم في هذا الظلام، ظلام الخطية، لكثرة الاسم، لقلة المحبة، لقلة الإيمان، فلازم إحنا نور العالم زي ما قالنا المسيح أنتم نور العالم، لازم يكون مصابيحنا مضاءة، لازم يكون كمان عشان مصابيحنا مضاءة يكون عندنا زيت في مصابيحنا، يعني الإيمان العامل بالمحبة، عشان نضيء في هذا العالم المظلم لغاية ما يجي المسيح العريس. ما اعتقدش حد هيندم ان هو كان عايش حياه يقظه روحيه، حياه استعداد لغايه ما سلم ودعته، لكن او جه الرب يسوع المسيح في اي وقت، لكن اعتقد في ناس كتيره هتزعل لو كان العالم فعلا شغلها واهملت في حياتها الروحيه وتناست وفاجأ ان هو واقف امام الديان العادل. فالظلمه زادت لان الضيقه اقتربت، اللي مش هيستعد ليها بزيت كافي ممكن ما كانش عنده زيت يكفي في الظلمة زي الخمس عذارى الجاهلات. هو ده اللي أقصد أقوله. أفضل أقول لنفسي ولحضراتكم مستعد لأنه قرب، سواء جه النهاردة أو جه القرن الجاي أو حد مننا ربنا يديكم كلكم طول العمر والصحة سلم ودعته في أي وقت، عن إن أنا ما أبطل أتكلم عشان ما يتقالش عني يا بتاع الإشاعات يا كذاب يا اللي بتخوف يلي 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 أخبارك كلها زي الزفت زي ما الناس بتقول زي وشك وناس ما تلتفتش، محدش حتى يلفت نظرها، خلي بالك ويفاجأ ان هو المسيح جه او هو سلم ودعته. هو ده، ما اعتقدش حد يندم ان كان في شخص بيقول له استعد انتظار المسيح.
خلي مصباحك الروحي مضاء، عيش في حياة يقظة روحية، هو ده المهم. المسيح قال لنا علامات كتيرة زي ما قال في إنجيل لوقا 21، أمة على أمة، حروب وأخبار حروب. قال لنا الزلازل، ده الأسبوع ده الزلازل حضراتكم أكيد سمعته، وتكون زلازل عظيمة في أماكن، المجاعات بأشكال مختلفة، مجاعات بسبب جفاف في أماكن، ومجاعات بسبب الأمطار اللي بتغرق في أماكن، أوبئة، مخاوف وعلامات عظيمة في السماء، علامات في الشمس والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب زي ما قال، كما كان في أيام لوط هكذا سيكون في مجيء ابن الإنسان، الشذوذ والسدومية، بحيرة البحر والأمواج والأعاصير اللي تفضل تدق، الناس تبقى خايفة من بكرة، حيوانات تموت، سمك البحر ينزع، وطيور السماء تقع ميتة، كل ده يحصل وقال لنا عنه الكتاب. قوات السماوات تتزعزع حينئذ يبصرون ابن الإنسان أتيا في سحابة قوة ومجد كثير، زي ما قال نار ودخان براكين وحرايق، كل ده قبل يوم الرب العظيم الشهير. الحل إيه؟ يكون كل من يدعو باسم الرب يخلص، هو ده المهم. ليه ربنا قال لنا بعض هذه العلامات؟ زي ما بقول أسباب كتيرة، منهم ثلاثة أساسيين، أنا واحد بالنسبة لي مهم، ثلاثة الأساسيين عشان الناس ما تخافش. فربنا قال لنا قبل ما يحصل على الكوارث اللي هتحصل عشان لما تحصل ما نخافش. ليه؟ لأن احنا محفوظين، ده ماسكنا في يمينه. الحاجة التانية عشان نؤمن، زي ما قال إنجيل يوحنا 14:29، قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ في زمن العالم شايفين مستوى التشكيك وصل إزاي، كل من هب ودب، كل متسول طالع يعمل له فيديوهين ثلاثة على اليوتيوب عشان يشكك ولاد ربنا في إيمانهم المسيح. أصبح التشكيك في الإيمان بشكل عمره ما وصله لهذا المستوى من قبل. فربنا قال لنا قبل ما يحصل حاجات مستحيل تكون بالصدفة تحصل قدام عينينا، عشان لما تحصل نؤمن في هذا الزمن اللي زاد فيه التشكيك. بالظبط، كل واحد يعمل له فيديوهين ثلاثة يشكك في الإيمان المسيحي ويهاجم ويكون غير أمين ويقل أدبه، ويلا ادمعوني بشوية قرشين ثلاثة عشان أكمل هجوم على المسيحية. هو ده بقي وظيفة من ليس له وظيفة، التسول عن طريق الهجوم على الكتاب المقدس للأسف. الحاجة الثالثة عشان حياة الاستعداد، زي ما قال لنا إنجيل لوقا 21، ومتى ابتدأت هذه تكون. كلمة ابتدأت هي دايما اللي بركز عليها، تكتمل امتى ما اعرفش، بكرة، القرن الجاي، ما بسميهاش سبوبة استاذ جاميكا، انا بسميها توسل، تسول. سبوبة ده اللي يشتغل شغلانة وياخد قصادها اجر، اللي يتسول ده ما اسمهوش سبوبة، معلش ده في مبدئي يعني. anyway، فربنا قال لنا لما تبتدي انت تخلي بالك. طب ليه قال لنا خاصة في الزمان ده؟ ليه ترفع راسك؟ لأن ربنا عارف إن الزمان ده هيكون إزاي العالم بيتفنن يشغلك. خلينا نواجه نفسنا، هل الإلكترونيكس سرق حياتكم ولا لأ؟ بتقضي كام ساعة على قدام الفيسبوك وعلى صفحة الصفحات التواصل الاجتماعي، ولا بين التكستينج في التكست مسج على السلفون وغيره؟ هو ده اللي بيحصل. فربنا قال لنا خلي بالكم العالم هيكون بيتفنن يشغلك بالمشاغل والمشاكل والتلفزيون والمسلسلات اللي لازم تتابعها وهكذا. علامات في السماء، وفعلا زي ما قال الكتاب كثرت العلامات في السماء، أربع مذنبات قد تكون في طريقها للاصطدام بالأرض، Four asteroids زي ما قال لنا الRT News in a collision course with Earth، واحد منهم ممكن يسبب كوارث لو فعلا حصل. أطول كرة نارية تستمر ويتم رؤيتها في فلوريدا، قعدت تتحرق فترة طويلة. كمية نجوم، وأنا عارف إن ليها معنى روحي عن تساقط الرجال الروحيين، للأسف اللي أصبحوا نجوم لامعة ويبتدوا يتساقطوا، ولكن كمان بتنطبق حرفيا، فعلا صخور سماوية بتقع على الأرض. شوف الكمية اللي بتزيد إزاي، يوم 22 كرة نارية في يوم، ده في يوم واحد، 3 يوليا 29 كرة نارية، 4 يوليا 33 كرة نارية، 5 يوليا 27 كرة نارية، 7 يوليا 33. كل اللي قلته ده أسبوع واحد، كل دي نجوم سقطت على الأرض رغم أن هي ليها معنى رمزي،
ولكن حتى لو خدناها حرفيا حصلت قدام عينيه، والكلام ده ما كانش بيحصل بهذا المعدل قبل كده. كان بيحصل آه، ولكن ما كانش بهذه المعدلات. الأمواج اللي تضج زي ما قال الكتاب لفظا، بصوا كان بتحصل أعاصير مدمرة، لكن كنا نسمع عنها كل 10 سنين، مش في الأسبوع كذا واحد. عشان كده دلوقتي بنسمع كل أسبوع أرقام قياسية بتتضرب. احنا كنا نسمع رقم قياسي جديد كل 100 سنة، مش كل أسبوع. مومباي تتضرب بأسوأ أمطار وسيول من 14 سنة، وعلى الأقل 27 شخص قتلوا، الأرض اللي شغالة بتاكل في سكانها، وده مناظر الخراب اللي حصلت من السيول في الهند. سيبيريا في روسيا تضرب بأسوأ فيضان من 100 سنة، وسجل أرقام قياسية وقتل 14 شخص و13 آخرين مفقودين، ده في نفس الأسبوع، ده مش في 10 سنين. من الهند لروسيا ونكمل لأستراليا، تورنيدو نادر ويوصف بأن هو نادر، يضرب منطقة في فيكتوريا في أستراليا ويسبب خسائر كثيرة. أيضا تورنيدو آخر يوصف بأنه نادر أيضا، ده في نفس الأسبوع، يقتل 6 ويجرح 190 في مدينة صينية. الأمواج تضج في كل الكرة الأرضية زي ما قال الكتاب. هيريكين باربرا يبدأ يضعف في شرق المحيط الهادي، ولكن قد يدمر قرب هاواي، أو قد يمر أنا آسف قرب هاواي الأسبوع الجاي. إخلاء مئات الآلاف من السكان في منطقة يابانية بسبب انزلاق طمي مدمر، ده كله اللي بقوله في نفس الأسبوع. كل ده خراب في اليابان، كل دي الأعاصير اللي شغالة في كل مكان على سطح الكرة الأرضية زي ما قال لفظاً الكتاب المقدس. تحطيم الأرقام القياسية من الموجة الحارة اللي بتضرب ألاسكا، أماكن بتغرق وأقل من معدل الحرارة، وأماكن تانية بتشتعل ولدرجة الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، ده من US Today، في حرائق شغالة. أيضا 4 يوليا تصل ألاسكا إلى 90 فهرنهايت، وده يحطم الأرقام القياسية السابقة كلها في أستراليا، ده من CNN. كام رقم قياسي سمعناه اتحطم في نفس الأسبوع؟ ده في 10 سنين ولا 100 سنة؟ 175 ألف فدان مزارع اتدمرت بالفيضان في تينيسي، وحاصيل القطن والصويا فسدت في تينيسي، ده بالإضافة للمزارع اللي في ولايات تانية اللي اتدمرت بتاعت القمح، ومئات الألوف من من الفدادين حقول للذرة اللي اتدمرت. فالمجاعات اللي بتزيد، وزي ما سمعنا برضو في استراليا أول مرة تستورد القمح، فالمجاعات بتزيد، بعضها بسبب الجفاف وبعضها بسبب الغرق من الفيضانات والسيول والكوارث. الموجة الحارة لا تزال مستمرة في طهي أوروبا وتصل إلى 114 درجة فهرنهايت. أمطار سجلت رقم قياسي ده في نفس الأسبوع، ضربت مناطق في اليابان، وإخلاء 1.1 مليون شخص في اليابان و 6300 واحد حطوهم في شالترز، يعني في ملاجئ أو في مقاوي مأوى. عواصف رعدية قاتلة قتلت شخص وجرحت 11 في كارولاينا الجنوبية، ده من ABC. فيضان فجائي يضرب دي سي ويغرق سيارات بفلاش فلاد، الحاجة ما كانتش معتادة، بقت دلوقتي بتحصل باستمرار. ده في الوقت اللي المفروض ان الانسان تقدم، كل الانسان ما يتقدم الطبيعة تخرب زيادة. الانسان يتقدم طبيا، بقي ما فيش حد سليم دلوقتي الا لما عيان بحاجة من نوع من انواع الامراض او مشاكل الجسدية. كل ما نتقدم في شيء الطبيعة تخرب زيادة، او الانسان يخرب زيادة، او البكتيريا تخرب زيادة، او هكذا. الزلازل الأسبوع ده، وأنا دايماً بتكلم عن ما بين المتوسط وقوي، ما بتكلمش عن الزلازل الضعيفة،
شوفوا كمية الأرقام اللي حصلت هذا الأسبوع، ده أسبوع اللي أنا هتكلم عنه، صدقوني أسبوع ومتوسطة وقوية. بس يوم الثلاث اللي فات 48 زلزال في يوم، منهم 5.4 في فيشي، ده كان 6 تخفض ل5.4، ورقم 6 اللي كان نادر بقينا دلوقتي بنسمعه مرة أو أكتر كل أسبوع. يوم الأربع اللي فات 46 زلزال، منهم 1.6 في كندا. كويس، أرقام عالية. يوم الخميس 212 زلزال، وأيوة أنت ما سمعتش الرقم غلط، 212 زلزال متوسط وقوي في يوم، ده من اليو اس جي اس، منهم 6.4 6 تاني في نفس الأسبوع بس في مرة دي في كاليفورنيا. يوم الجمعة 505 زلزال في يوم واحد، منهم واحد آخر 7.1 في كاليفورنيا، وكتير 5 فما فوق. الأرقام اللي فاتت ما خضتكش كفاية. يوم السبت 699 زلزال، يعني وصلنا إلى 700 زلزال في يوم متوسط وقوي. وأكرر بقول متوسط والقوية بس، ده لو قلت لكم على الزلازل حطيت معاهم كمان الضعيفة، أنت بتتكلم يوم السبت ده حصل فيه 1705 زلزال من يو اس جي اس all magnitudes. يوم الحد 288 زلزال في يوم، منهم واحد تاني 6.9 في اندونيسيا، اتخفض من 7.1. ده رقم 7 قريب هيبتدي يظهر كل اسبوع، ده ممكن كمان يتعدى ذلك، وكتير 5 فما فوق. يوم الاثنين 131 زلزال، منهم 1.5 في اندونيسيا، الاسبوع ده حصل فيه زلازل قويه بس 139 زلزال قوي في اسبوع 7 ايام من الثلاث للاثنين، 2 7 و2 فوق الستة. الفلبين تعد مواطنيها لزلزال قوي بسبب المخاوف من نشاط حلقة النار اللي حوالين المحيط الهادي. زلزال كاليفورنيا الأولاني اللي هو 6.4 هو اعتبروه الأكبر من عشرات من السنين، ده من لوس أنجلوس تايمز، طبعا ده قبل ما تضربوا بالتاني زلزال تاني يوم، فده اعتبروه أكبر زلزال من ديكيدز، وجالهم تاني يوم واحد تاني 7.1 وسبب رعب للأهالي، وده من أرتي. حصل 1217 تابع لزلزال كاليفورنيا في 24 ساعة، والزلزال ده سبب خسائر كتيرة للمباني وانفجار أنابيب مية وقطع الكهرباء وانزلاق أحجار في الطريق، وخسائر كثيرة فعلا. وأيضا الزلزال بتاع كاليفورنيا عمل حاجة غريبة جدا، هذا الزلزال موت نحل بكميات كثيرة بعد الزلزال، فبيستعجبوا هل الزلزال ده فعلا أثر على المجال المغناطيسي وسبب موت النحل الكتير ده ولا لا. هذا المنظر، ولقيوا النحل بيقع ميت في الشوارع، ده من إكسبريس نيوز. صورة بالساتلايت تظهر شرخ كبير في الأرض بعد الزلزال بتاع كاليفورنيا. من يوم 4 يوليو لغاية يوم 8 يوليو حصل 3000 زلزال في كاليفورنيا، صغير ومتوسط وقوي، ده من لوس أنجلوس تايمز. زلزال اندونيسيا اللي هو كان ب7.1 هو الثاني وتخفض ل6.9 سبب خسائر كثيره وسبب مخاوف من تسونامي، ده من الاندبندنت، ما اعتقدش حصل تسونامي، لكن الناس عشان العربيات ابتدت تجري فتزحم الشارع، فالناس نزلت من العربيات وبقت تجري في الشوارع خوفا من التسونامي، كان منظر فعلا يعني يوجع القلب. زلزال قوي كمان حصل في إيران ب5.7، بس أنا بطلت أتكلم على الزلازل اللي هي بقوة 5 من كثرتها، هو ده التاني سبب خسائر كثيرة جدا
في وقت لما بتقول لنا وكالات الانباء بوضوح انه اس سيسميك اكتيفيتي سيرجز، يعني تتزايد الزلازل، خلاص ما حدش ينكر ان هي بتتزايد، بتزيد في العدد والقوه، وده اللي قاله الكتاب المقدس. هل ينفع كان الكتاب المقدس يقولها وتبقى بالصدفه، وفي نفس الوقت اللي زادت فيه الاعاصير، وفي نفس الوقت زاد فيه تساقط نجوم السماء، وفي نفس الوقت اللي كمان زادت فيه البراكين، وبعد كده نفتكر ان الكتاب المقدس ده قالها بالصدفه او مكتوب بتاليف بشري مؤلف ولا محرف ولا الكلام ده كله من 2000 سنه؟ مستحيل. فربنا ادانا ادله علشان مهما يفضلوا يصرخوا ليل نهار في اليوتيوبات بتاعتهم ولا واتيفر يقولوا لكم كتابكم محرف، كتاب نفسه بيشهد لكم ان هو مش محرف، وانت امام عينك وانت بلا عذر ايها الانسان اللي ما بتؤمنش. البراكين ايضا اللي زادت يوم 3 يوليا، انفجر 8 براكين في يوم، بعد ما كنا نسمع عن 5 6 براكين في السنه، بينا نسمع عن كذا بركان بينفجر في نفس اليوم. فولكانو ديسكفري جايبه لكم كميه البراكين بتاعت كل يوم اللي بتنفجر. انفجار قوي لبركان سترومبولي في ايطاليا وموت شخص، هل كانت بتنفجر البراكين بقوه؟ يس، ولكن ما كانش بهذا المعدل المتزايد المتسارع. يوم 4 يوليا انفجر 7 براكين في يوم. يوم 5 يوليا انفجار 8 براكين في يوم. يولستون يحصل انفجار للبخار قوي جدا ويحقق رقم قياسي جديد لمعدل خروج بخار ساخن من البركان اللي هو السوبر فولكانو بتاع يولستون، وربنا يستر ده ما ينفجرش. ملخص البراكين يوم الحد اللي فات، كل ده براكين نشطة في نفس اليوم. اليوم اللي لونها بالأحمر ده انيرابشن، واللي لونها بالأورنج ده ماينور اكتيفيتي فيها. موت الكائنات الجماعي اللي أيضا زاد، وزي ما كان بيحصل زمان حالة أو اتنين في السنة أو مفيش خالص بنفس الساتلايت ووسائل الإعلام، دلوقتي بنتكلم عن كام حالة في الأسبوع وليس في السنة. ارجعوا ل 2006 و2007 وشوفوا المعدل قد إيه المتسجل بنفس الوسائل الإعلام اللي موجودة، هي نفس الأسماء بتاعة القنوات الإعلامية والأخبار. يوم 16 يونيو اللي هقوله ده أقل من أسبوع، 16 يونيو موت 2 طن أسماك في بحيرة في فيتنام، وأصبح رقم طن اللي كان نادر دلوقتي بقينا شبه نسمعه كل أسبوع، بنسمع عن موت أسماك بالأطنان، كل ده سمك ميت. في نفس اليوم مش في نفس السنة، موت الآلاف من الأسماك في خليج في البرازيل. يوم 17 يونيو موت الآلاف من الأسماك في شاطئ في كولومبيا. يوم 19 يونيو يصل عدد أموات الدرفيل إلى 300 من فبراير في شواطئ الخليج الأمريكي، والأمر الذي يحير العلماء جدا. الدرفيل برضو بتموت في كل مكان. No one knows why. يوم 20 يونيو موت كم كبير من الأسماك في شاطئ في البرازيل، أيضا بطريقة يقلق العلماء. في نفس اليوم موت 973 خنزير من انفلونزا الخنازير في ولس، ده من وكالة رويترز. يوم 22 يونيو قتل 28 ألف دجاجة بسبب انفلونزا الطيور في تايوان. في نفس اليوم يكتمل عدد موت الحيتان الرمادية من أول السنة لغاية دلوقتي 167 من المكسيك لألاسكا، ده من نيويورك تايمز في الباسيفيك بس. كل دي حيتان بتموت. استمرار تدهور النحل، فقد خسرنا 7% آخرين من النحل ما بين 2018 ل 2019، بالإضافة لل 40% أو تحديداً 37.7% اللي خسرناهم من بداية 2006 ل 2018
فإحنا دلوقتي تعدينا 45% من نحل العالم مات انتهى. طبعا انتوا عارفين ان النحل كل ما بيقل ايه الكوارث اللي بتحصل للمزروعات. لا الاسماك مش من عادتها ان هي تموت بهذا الكم، وحتى السمكه اللي بتموت بتتاكل ما بتبقاش بتترمي، لكن لما يكون كتير وتحصل كارثه ويموتوا بهذا المنظر الغير معتاد يبقى بهذا الكسر. اجناس الحشرات في انقراض سريع، هم فين التطور في الكره الارضيه؟ والبعض يتوقع انه الحشرات هتختفي في 100 سنه. ايه راي حضراتكم؟ وما بنشوفش جنس واحد جديد من الحشرات قدام عينينا بيطلع، رغم ان المفروض التطور بيزيد. ده احنا شايفين التدهور والاندثار زي ما قال الكتاب. وكالات الاخبار تقول 10 علامات ان الطبيعه اصبحت ضد الانسان. واو، ده التعبير اللي قاله الكتاب ودلوقتي هم بيقولوه. المسؤولين يحذروا من انتشار أعشاش الزنابير السوبر في ألاباما كمان. ده من نيويورك تايمز. كل اللي انتوا شايفينه ده عش للدبابير. فطر قاتل يقتل الملايين من الخفاش في شمال كاليفورنيا. الأوبئة أيضا اللي زادت. رجل في فلوريدا أصيب بالبكتيريا أكلت لحوم البشر اللي بدأت تزيد جدا من على شاطئ. ففليش إيتينج بكتيريا ابتدت تبقى كارثة. سيدة أيضا من أورلاندو نجت بصعوبة من الإصابة ببكتيريا أكلت لحوم البشر وتم الشفاء. أيضا استمرار في انتشار البكتيريا أكلت لحوم البشر، إصابة صبي بها في رحلة إلى شاطئ في ميريلاند. بق اللي هو البق اللي هو التكس اللي يسبب الحساسية اتضح انه كمان بيحمل فيروس قاتل جديد غامض، وكل شوية نكتشف فيروس غامض جديد. احتمالية ان يكون بعض انواع فيروسات البرد، وركزوا في الخبر ده، انا قلته قبل كده على الحصبة، فيروس الحصبة اللي اتضح انه بيشفي بعض انواع السرطانات، فاكرين؟ واتضح ان الانسان لما بيجي له حصبه اصلا ده بيحميه من انواع سرطانات طول عمره. وده من مايو كلينيك الشهيره، العياده الشهيره او المركز الابحاث الشهير في امريكا. دلوقتي بحث جديد اهو منشور في فاكس نيوز، احتمال يكون الاصابه بفيروس الكومن كولد فيروس او فيروس ادوار البرد هو اكشوال احتمال بيشفي من انواع سرطانات انت ما تكونش واخد بالك منها. واو، ده مش محتاجين نفضل نطعم الناس ضد أدوار البرد، ده actually ممكن إنسان يجيله دور برد ويكون ربنا سمح بيه علشان يشفي من مرض من سرطان هو ما كانش واخد باله منه. فلقيوا أدلة توضح أنه أحيانا لما يدخل الفيروس بتاع البرد إلى خلايا ما بيموتهاش، ولكن لما بتكون هذه الخلية سرطانية بينشط جهاز المناعة، فجهاز المناعة يقتل الخلية السرطانية لوحده فيشفي إنسان من سرطان هو actually يكون لسه سرطان صغير ما يكونش الإنسان أدركه. ده من فوكس نيوز. إيه رأيكم؟ يعني ربنا مش عامل كل حاجة كده هبهزرد، لكن إحنا بس اللي بنخرب الطبيعة. أخبار الحروب، وزي ما حضراتكم عارفين العالم إزاي خربان وكله بيهدد بعض. البنتاغون يبحث عن أفكار في إنشاء محطات فضائية عسكرية صغيرة. يعني كمان الجيش دلوقتي عايزين يحطوه في الفضاء ويبقى فيه قطع عسكرية من الجيش في الفضاء، Small Military Space Station. تزايد المخاوف من حرب نووية، لأن روسيا بدأت تنسحب من الاتفاقية أو من المبادئ الأساسية في الاتفاقية النووية مع أمريكا. ده من إكسبريس نيوز. حلف الناتو يدي لروسيا مهلة 28 يوم لتلتزم بالمبادئ الأساسية في الاتفاق النووي.
ولكن حلف الناتو يقول لا يوجد أي علامات أن روسيا بتتراجع عن كارثة الأسلحة النووية. البنتاغون يعلق على اختبار الصين لأنواع صواريخ في جنوب بحر الصين في مياه دولية إن ده أمر مقلق إن الصين تعمل هذا المنظر. تحريك أمريكا لطائرات F-22 قرب إيران بتثير مخاوف أكثر في الشرق الأوسط من ضربة محتملة قريبا. إيران تكرر تهديدها إن لو أمريكا هاجمتها هي هتروح تدمر إسرائيل في نص ساعة. ده من عروس شبه. وزراء أوروبا قلقين من تخصيب إيران لليورانيوم. تعرفين القصة لما الاتفاق النووي واللي حصل فيه والهدية اللي كان اداها لأوباما بطريقة لا تصدق ولا تعقل لإيران. دلوقتي إيران تقول لأوروبا، وإيران بدأت المخالفات، فأوروبا بدأت تقلل من تدعيمها لإيران، فإيران تخالف زيادة الاتفاق تقول عقابا ليكم لأن أنتم ما تدفعوش، وبتزود تخصيب اليورانيوم مخالفة للاتفاقية. وزير الخارجية الإسرائيلي يقول أن إيران تسعى جاهدة للحرب بإسراعها في تخصيب اليورانيوم. ده اللي يقول وزير الخارجية الإسرائيلي، ما أعتقدش لغاية على الأقل تنتهي الانتخابات الأمريكية. إيران بوضوح تخالف الاتفاق النووي، فهي تعد تخصيب 300 كيلو جرام يورانيوم. بريطانيا تقبض على سفينة بترول إيرانية كانت بطريقة مخالفة للقوانين بتنقل بترول لسوريا، ده من CNN. فلما بريطانيا قبضت على الإيرانيان أويل تانكر ده، إيران رسميا تهدد إن هي هتروح تقبض على ناقلة بترول بريطانية لو بريطانيا ما أطلقتش السفينة الإيرانية، بس السفينة الإيرانية كانت مخالفة للقوانين. فإيران بتفرض ضلوعها مش عارف بالمنظر ده إزاي. ده من BBC نيوز. اتضح إن آخر هجمة إسرائيلية هي ضربت اكشولي فعلا اهداف ايرانيه قرب دمشق في سوريا. ده من BBC نيوز. غواصه نوويه روسيه اشتعل بيها النار وقتلت 14 بحار روسي كانوا في مهمه سريه. الخبر ده مش مهم قوي الا فيما عرف بعد ذلك. الغواصه الروسيه دي اللي تم الاشتعال بيها النار ومات فيها ال14 بحار، طلعت عارفين الغواصة دي ايه مسؤوليتها؟ الغواصة دي غالبا مهمتها ان هي تقطع كابلات الانترنت في البحار والمحيطات اللي بتروح لدول. دي طلعت مهمة هذه الغواصة. او غالبا ده مش خبر مش مؤكد، لكن ده اللي بدأت الابحاث تشير اليه. متخيلين؟ العالم بيحارب بعض عن طريق ان هو ممكن روسيا بتبعت غواصة تقطع كابلات النت، وتسمعوا الكابل بتاع الانترنت اتقطع في البحر المتوسط ويروحوا ويقوموا بحملات علشان اصلاحه والكلام ده، والموضوع هي حرب. أردوغان غاضب جدا من رفض أمريكا تسليم الـ F-35 عقابا لأن أردوغان مصر يشتري الـ S-400 الروسي، فأردوغان يقول إن أمريكا بتسرقه. رغم كل التحذيرات إلا إن روسيا تستعد لتسليم صفقة النظام الدفاعي S-400. مسلمين صغار يهتفوا الله أكبر ويهاجموا مقر شرطة فين؟ في فرنسا. هذه الدول الأوروبية اللي جابت المسلمين بحجة لاجئين بدون ما تعمل فحص كافي. بعضهم رائعين ويستحقوا، ولكن فيه للأسف كتير إرهابيين دخلوا، والخدعة اللاجئين بتاعت أوروبا. أهو الحدث ده مش في مصر، الحدث ده في فرنسا.
الله أكبر، ودول عيال صغيرين، الله أكبر، ويدخلوا يهاجموا مركز الشرطة الفرنسي. أفغاني لاجئ في إنجلترا يمشي في الشارع ويسأل الأفراد، لو إنجليز حقيقيين اللي يجاوبوا بنعم يطعنوا بالسكين. طب إيه اللي خلى إنجلترا تدخل هذا الشخص بدون فحص كافي؟ أهو دخلته كلاجئ طعن لها شعبها. أخبار عامة: العلماء يحذروا ضد الأبحاث لإنتاج مخلوق مهجن بين إنسان وقرد، وخاصة في التجارب اللي بتقوم بيها الصين. ده من ديلي ميل. وانتوا عارفين إن بدأوا للأسف يجيبوا خلايا بشرية ويزرعوها في أجنة قردة وخنازير علشان قال يطلعوا كائن إن بتوين فيقوموا عليه بعض الأبحاث. كتاب مسلمين من اللي دخلتهم إنجلترا يقيموا في إنجلترا يطالبوا بأن إسرائيل تعود الأرض بتاعتها للعرب، وأن تصبح أورشليم عاصمة الخلافة الإسلامية. استمرار هجرة المسلمين شكلها هتقضي على أوروبا، والكلام ده من أروس شبع. فأوروبا اللي احنا نعرفها تنهار بسبب المسلمين. أمازون تضطر تعترف، عشان تعرفوا الكلام اللي كان نظرية مؤامرة ده طلع حقيقة. أمازون دلوقتي أوفيشلي اعترفت إن هي بتحتفظ بمعلومات مستخدمي أليكسا. عارفين أليكسا تجيبه وتوصله بالتليفون بتاعك وتبقى تكلمه في Artificial Intelligence، يطلب لك النمرة، يظبط لك حرارة البيت وهكذا. ولو أنت اتسجل لك مكالمات أثناء غيابك في الريكوردر، وانت بعد ما سمعت المسج مسحتها، أمازون ما بتمسحش النسخة اللي احتفظت بيها، فبتفضل محتفظة بالتسجيلات بتاعتك. ودلوقتي مع المواجهة اضطرت أمازون تعترف انه أيوة أليكسا بتحتفظ بالتسجيلات دي، ما بتمسحهاش، مسحت من عندك، لكن أمازون ما مسحهاش، أمازون احتفظ بيها. طبعا احتفظ بيها ليه؟ ليه تحط البرنامج انه كلامك يتسجل عليك؟ ليه؟ ده من ديلي ميل الكلام ده. Amazon is forced to admit it can keep hold of Alexa users data. ايه رأيك؟ حتى لو انت مسحتها. مساعدة امريكية لاكتشاف طريق يهودي اثري قديم الى جبل الهيكل. لما تم الاكتشاف الأثري ده زعل الفلسطينيين جدا، إزاي وإزاي تكتشفوا طريق أثري قديم لجبل الهيكل. الأردن تنتقد إسرائيل في افتتاح الطريق الأثري إلى جبل الأردن، فالأردن كمان زعلت إن هم اكتشفوا طريق أثري. وإزاي أمريكا تساعد إسرائيل في اكتشاف أثري زي ده؟ اكتشاف هياكل فلسطينية قرب أشقلون توضح أن أصل الفلسطينيين القدامى، مش الفلسطينيين الحاليين، القدامى اللي هم من قبل السبي، فعلا جايين من جنوب أوروبا اللي هو جزيرة صقلية. فالفلسطينيين القدامى بتعود شاول وداود تمت أبحاث وأثبتت فعلا في هيوش فايند أن هم جايين من جزر البحر المتوسط. معجزة شفاء شاب. طبعا المعجزات بتحصل ليل نهار، بس في بعض المعجزات مسجلة بشهادات طبية. فشاب معجزته أدهشت الأطباء جدا، لأنه تم شفاءه بطريقة بوضوح بمعجزة. عربية شبه حطمت جمجمته، ولكن ربنا أعلن أنه هو هيشفى، وفعلا تم شفاءه بطريقة العلماء الدكاترة قالوا مستحيل ده يعيش أو يشفى. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا. الصين تزيل أكتر من 100 صليب من على الكنائس وتدعي إنها إيه الحجة اللي شالت الصلبان، أصلها كنائس غير مرخصة. كنيسة في هوكينز تكساس تخسر قضية ضد المدينة
فتقوم المدينة تزيل اليافطة المسيحية بعد صراع قضائي طويل. مجموعة إلحادية تحط يافطات تقول لا نثق في أي إله في مدينة فورت وورث، وللأسف أغلب الشعب الأمريكي يشتكي من اليافطة دي المستفزة بالنسبة لهم، لكن الحكومة تصر أن هي ما تشيلهاش. لكن طبعا لو كانت مجموعة إلحادية صغيرة اشتكت صليب كان الصليب يتشال، لكن الأغلبية المسيحية تشتكي اليافطة المستفزة No God We Trust، لا مفيش حاجة تتشال، احنا ما بنسمعش للأغلبية. بينما كثرة العابرين في الشرق كتير جدا فعلا، للغرب للأسف يستمر التدهور، فخمس كنائس هولندا تحولت إلى مساحات علمانية للأسف. الغرب اللي ما تعرضش للاضطهاد للمسيحية في فترة زمنية قاد التدهور اللي حصل فيه، عشان تعرفوا دايما فائدة الاضطهاد إزاي بيحافظ على الإيمان قوي. طرد طالب مسيحي من مدرسة إعدادي في واشنطن عمل إيه؟ عمل قنبلة زي بتاع الطالب بتاع أوباما اللي استضافه في البيت الأبيض؟ لا، اطرد الطالب المسيحي ده من المدرسة الإعدادي مرتين، لأن كل القصة بيدافع عن إيمانه، كل اللي ما يبتدوا يهينوا إيمانه المسيحي فيدافع فيطردوه. هل بيطردوا اللي بيهاجموا إيمان المسيحي؟ لا، لكن هو طالما فتح بقه ودافع عن إيمانه المسيحي يطرد. طبعا لو مسلم ولا ملحد أو بوذي كان يحترم تماما ومحدش كان يقدر يفتح بقه، لكن مسيحي ممنوع أنه هو يدافع عن إيمانه. ده في أمريكا، ده مش في السعودية، عشان تعرفوا الظلام بينتشر في كل مكان إزاي. الانحدار الأخلاقي اللي زاد جدا. دور سينما تلغي عرض فيلم On Plan ضد الإجهاض، الفيلم الشهير، ليه؟ قال بحجة جت تهديدات بالقتل لأصحاب السينما. سيريسلي، كندا اللي عايز تمنعه، ولما البعض قرروا قالوا لا، علشان ما في تهديد يقتلوهم. طب ليه تهديد يقتلوا؟ فيلم بيظهر الخطية بتاعة الإجهاض وشرورها الكثيرة والمصايب اللي بتحصل فيها. الفيلم ده بيتحارب بشكل لأنه بيظهر خطية الإجهاض. عمدة لندن المسلم المؤيد للشواذ، وأنا معرفش ليه دايما العمد المسلمين في الغرب دايما مؤيدين للشواذ، وإيه الموضوع؟ بيعترض على ترامب المعارض للشواذ. على فكرة في زيه آخرين. شركة أوريو تقرر أن تشارك في مهرجان الشواذ. رفد عامل في آيكيا رفض يشارك في حفل شواذ ووضع عدد من الكتاب المقدس ضد الشواذ على صفحته، فإزاي وإزاي لازم يطرد. فالأغلبية ليس لها أي رأي دلوقتي. نفس الفرض اللي فرضوه في التطور والإلحاد وأجبروا الناس عليه رغم الأغلبية كانت رفضاه، ودخلوه في المدارس بالإكراه بنفس المؤسسات، هم النفس اللي بيعملوه في نشر الشذوذ بنفس الطريقة ونفس الوسيلة الشيطانية. كل الوسائل اللي اتبعوها في نشر الإلحاد والتطور الغير علمي بالإجبار ضد الأغلبية هو نفس الأساليب اللي بيتبعوها حاليا في نشر الشذوذ الغير علمي وضد الأغلبية، بنفس الطريقة ونفس المؤسسات ونفس الأساليب ونفس القضايا. التاريخ بيكرر نفسه، واللي بيتساءل ويقول يعني هو لو التطور ما كانش علمي ولا كده ولا كل الكلام اللي انت بتقوله غلط ازاي اصبح في التعليم؟ طب ما شوف الشذوذ اصبح ازاي في التعليم. امازون توقف مبيعات كتب كاثوليكية نفسية. ليه؟ لانها تنادي بعلاج الشواذ مش تأييدهم. فالجي بي تي اكتيفست ضغطوا على امازون عن تمنع الكتب دي تتباع. والتساؤل هو ليه رأي الأغلبية أصبح مرفوض والأقلية هو اللي بيفرض بالإجبار على الكل؟ الأغلبية رافضة للشذوذ ومع علاج الشواذ لو عندهم مشاكل نفسية يتعالجوا، ليه الأغلبية مرفوضين؟ وأيضا تساؤل، هل أمازون
هتمنع الكتاب المقدس أيضا لأجل الشواذ؟ للأسف استمرارا لتساقط النجوم، كنيسة في إنجلترا تقول إنها ستقبل زواج المتحولين جنسين. أنا آسف، اللي يحاول يوفق ما بين الشذوذ وما بين المسيحية أنا أعتبره خالف الكتاب المقدس والإيمان المسيحي. إنجلترا قبضت على طفلين 10 سنين، ليه؟ عملوا عمليات إرهابية زي المسلمين؟ لا، كل اللي عملوه إيه؟ بحجة الهوموفوبيا، يعني ما بيحبوش الشذوذ. أصبح دلوقتي ده كافي إن يتقبض على أطفال 10 سنين في إنجلترا، وأصبح الهوموفوبيا تهمة يخلي دولة زي إنجلترا تقبض على أطفال. متخيلين؟ عيادات التحول الجنسي ترى تزايد شديد جدا في عدد الأطفال أقل من 14 سنة اللي عايزين يغيروا جنسهم، وكتير منهم بدون موافقة أولياء أمورهم وبيوافقوا لهم. عشان أكرر وأقول مرة تانية، الشذوذ ده أصبح موضة بيفرضوها، ما تقولوش يا حرام، مش غصب عنهم، لا، دي خطية بتنتشر زي سدوم وعمورة، وده اللي بيحصل، فبيفرضوا عليك الخطية. عشان كده محتاجين نصلي وفي نفس الوقت نتكلم، محتاجين نكون مصابيح مضاءة، نتكلم بوضوح، محتاجين نعد زيت في مصابيحنا لاستقبال العريس، عشان احنا النور الوحيد الفاضل في هذا العالم المظلم. بالصلاة، بالصوم، بالكلام، بالخدمة، بتوعية، لأن هدف الشيطان هو الصغار، بيحاول يعصرهم بأي شكل بالإلحاد وبالشذوذ وبالمصايب دي كلها. انت محتاج ايضا تخدمهم، على الاقل على الاقل يعرفوا ان في راي اخر، بدل العالم عايز يعتم عليهم تماما ويسمعوا راي واحد بس. بتنقيط القلب، بالاستعداد بلباس العرس اللي بيسيطر عليه خطيه، مفيش وقت. تخلص من اي شهوات لان مفيش وقت. احترس لو ما تمسكتش بالمسيح من الان، لو ساد ظلام شديد زي ما كان في زمن الخمس عذار أو الليلة بتاعت خمس عذار الجاهلات، ممكن للأسف ما يكفيش النور اللي معاك، للأسف ممكن الظلام يغلبك لو ما كانش النور عندك كافي. انت محتاج تعيش حياة يقظة روحية، حياة سهر. كتاب قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل، عشان لما تحصل أولا ما نخافش. في زمن العالم بقي خايف من اللي بيحصل، فقال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل ما نخافش، وزي ما قال معلمنا بطرس الرسول: أما خوفوهم فلا تخافوه. بل عشان نؤمن في زمن زاد التشكيك جدا وبقي مركز جدا وكله بيحاول يهاجم في إيماننا المسيحي بأشكال مهما كان، تدليس، كذب، ادعاءات، بس بيخدعوا للأسف صغار النفوس. والحاجة الثالثة، عشان حياة الاستعداد في زمن العالم اللي بيشغلنا. العالم عايزك دايما تبقى باصص تحت رجليك ومشغول وملهي في أمور العالم. ربنا عايزك ترفع راسك، فبيديك حاجات تلفت نظرك، وهو ده اللي قالها الكتاب. ربنا يبارك حضراتكم. خلي بالكم عريسنا جاي، فمحتاجين نفرح ولكن أيضا ننتبه بحكمة، لأن الشيطان برضو عارف إن ليه زمان يسير، فعايز يفقدنا سلامنا ويخطف أكللنا ويمنعنا نتكلم. في فوق 150,000 واحد دلوقتي بيسلم ودعيتهم في اليوم. ربنا يحافظ على الكل. المسيح قرب، اصنعوا ثمار طليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين تعالى أيها الرب يسوع، وربنا يبارك حضراتكم.